السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزير وبارك عليك يا سيدي رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا من داخل مصنع السلك بتاعنا يا جماعة، تصنيع البطاريات. بفضل الله في طلبية طالعة المنيا الصعيد لبشوي زهران الموزع اللي معانا في المنيا الصعيد يا جماعة. وأي حد من خط الصعيد محتاج بطاريات، محتاج علف، محتاج أرانب، محتاج أي مستلزمات الحمام، مستلزمات بتاع الفراخ البيضة، فص عصافير الزينة، تبقى متوفرة إن شاء الله عند بشوي زهران الموزع بتاعنا في المنيا الصعيد. وطبعا بقى يا جماعة برضو بطاريات الحمام برضو متوفرة، كل حاجة متوفرة إن شاء الله يا شباب. معانا الحاج اشرف وهنقفل البطاريه مع بعض يا جماعه. يلا بينا مع بعض نشوف خطوه بخطوه تقفيل البطاريه. ازيك يا حاج اشرف؟ عامل ايه يا باشا؟ طبعا يا جماعه اول حاجه بيحط الارضيه ماشي، والظهر يا جماعه ده الظهر اهوت، يبدا يدبل الظهر من تحت واحده واحده كده يا جماعه. قرب كده اهو، ده الظهر يا جماعه بيدبل واحده واحده اهوت. خلي السرعه دي، السرعه دي دي انا راح كاش نورا. يا جماعه الظهر بفضل الله كده خلص اهوت، تمام يا شباب، كده الظهر خلاص اتدبل اهوت، تمام. نبدا بقى ايه على الوش يا جماعه، الوش برضه بيتدبل يا جماعه ماشي. دبل الوش، بعد كده يا شباب بينزل بالحواجز او الفواصل اللي في النص يا جماعه، الحواجز او الفواصل اللي في النص ده كده اهو. هنا جنبه يا جماعه ماشي يا جماعة اهوت، واحدة واحدة كده تمام. طبعا يا شباب احنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج بطاريات، محتاج حوامل، محتاج اي حاجه مستلزمات، ميه، طبق، جلد، سوسن، كل مستلزمات الارانب متوفره ان شاء الله عندنا يا جماعه. واحنا تحت امر الجميع، التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 9 175، 010 28 35 9 175. احنا تحت امر الجميع. طبعا يا جماعه ده خلاص وهذا يعني يا شباب بوريكم عشان قد ما انت عارف اللي يعني المجهود او التعب اللي يعني اللي العمال يعني بيبذلوه خلال تقفيل البطاريه. برضه انت مثلا جبت بطاريه وحبيت ان انت مثلا تفكها وتظبطها، مثلا تشتري دبالة او شويه دبل جبتها مثلا وتفكك الدبل بتاعها باظت او الكلام ده، او حبيت ان انت تفكها وتدهنها والكلام ده يا شباب، يبقى انت عارف هتقفلها ازاي. كده بدا هنا الحواجز المصنعيه يا جماعه، تقفلت اهي ماشي، حاجه انت مش عارف اول. اعمل حاجة المصنعيه وبعد كده اطلع ايه قفل الجناب اللي بره. انا كده لو الجناب اللي بره هتلاقي تيجي تقفل على الجنب كده ما ينفعش معاك او يضايقك. بعد كده ايه يبدا يعمل الجنب الاخير.
برضو في الميزه برضو عندنا في الشغل بتاعنا ان احنا عاملين هنا الثانيه او الكيرف يا جماعه علشان لما نيجي نركب خط الميه هنا كده زين يا جماعه الكيرف ده يا جماعه احنا عاملينه بقى عشان الكيرف الصغيره لما تطلع ترضع وتطلع هنا في قلب اللي بترضع لما تطلع قلب العين بيكون المسافه دي قصيره ليه؟ تعرف ان هو الارنب لما يشيب بينا يا جماعه يطول ايه؟ يطول لحاله ما يشرب ميه مع الاكل مع الرضاعه وزنه يزيد معاك بسرعه ومش وما يبقاش عنده جفاف. تمام يا جماعه ايه؟ الحاله ما كده. غير البطاريه اللي فاز الثانيه بتلاقي المستوى يبقى عالي فبتضطر يبقى تبقى الماسوره كده من فوق. الماسوره من فوق. هتلاقي الماسوره بتلف شويه يمين هتثبت. تمام يا شباب؟ وفي نفس الوقت الارنب ما بيطولهاش فبتضطر اجباري غصب عنك تحط قالب طوب تحت عشان الارنب يطول ايه؟ يطول الماسوره دي فالطبيعي اهو اهي يا جماعه الماسوره دي عاملين الكيرف ده برضه من ضمن المميزات في القفص بتاعنا او الشغل بتاعنا اللي احنا بنعمله الماسوره بتسهل عليك على حسب الصوره في الرضاعه ده برضه يا جماعه تقفل كرة الباب اهو يا شباب تمام ان شاء الله حاجه جميله جدا اهو يا شباب ربنا يبارك في القفص ده طبعا دي كانت حلقة النهاردة اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم طبعا يا حبيب قلبي ده الشغل بفضل الله خلص هو ده شغل اللي رايح المينا السعيد عند بيشو زهران موزع الارانب والعلف والسلك بتاعنا في المينا السعيد يا جماعة احنا تحت امر الجميع بفضل الله كده خلاص طلعت بيشو يا جماعة خلص دهيت تمام يا شباب الشغل اهوت ان شاء الله ادي يا جماعة العربية نمر السعيد اهي دي يا جماعة عربية نمر السعيد ماشي الدبل ده اللي هيحمل ادي يا جماعة الشغل اهوت بفضل الله يا شباب ده الشغل اللي هيطلع المنيا السعيد لبشو زهران موزع العلف بتاعنا وموزع الشغل بتاعنا يا جماعة هناك واحنا تحت امر الجميع النهارده يا جماعة الجمعة 12/5 النهارده يا جماعة الجمعة 12/5 بفضل الله عاملين ضغط يا جماعة عشان خاطر ايه الشغل يوصل للناس في مواعيده تمام يا شباب اهوت تحت امر الجماعه شباب واي حد محتاج بطاريات ارانب محتاج بطاريات حمام محتاج فاز عصافير زينه بطاريات فراخ بطاريات فراخ بياض بطاريات فراخ تسمين بفضل الله يا جماعه موجود عندنا كل حاجه بفضل الله كل حاجه يا جماعه موجوده ان شاء الله ادي يا جماعه الحوامل اهيت يا جماعه دي الحوامل بفضل الله واحنا يا شباب تحت امر الجميع الشغل يا جماعه كل ده طالع رايح لبشوي في المنيا السعيد يا جماعه يا جماعه السلام عليكم بسم الله خلاص تم تسليب وتحميل الدفعه او الطلبيه اللي راحه المنيا الصعيد وان شاء الله الاسبوع اللي جاي في طلبيه على برضه راحه الاسبوع اللي بعده ان شاء الله طلبيه سلك تاني راحه يا جماعه واحنا الحمد لله بفضل الله منتشرين بفضل الله في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله رايحين لبشور زهران موزع العلف والبطاريات والارانب بتاعتنا في المنيا الصعيد واحنا تحت امر الجماعه يا جماعه بفضل الله دبل ما تطلعش على يا جماعه عربيه صغيره بقى ربع نقل لا بكل يا جماعه عندنا بالدبل يا شباب بالدبل عامل كده حلو والله يا جماعه حاجه محترمه جدا يا شباب ده شغلنا تمام بنطلع بالدبل ما بنطلعش مثلا بطاريه واتنين لا بفضل الله يا جماعه بالحموله تطلع بالحموله كامله بفضل الله طبعا احنا كنا في نص رمضان برضه يا جماعه كنا طالعين برضه بدبل محمل بطاريات نفس الطريقه يعني الحمد لله موضوع فرق ايام ما بينه وما بين الدبل الثاني والحمد لله لسه برضه الايام اللي جايه ان شاء الله خير منتظرونا الايام اللي جايه ضرب من يعني من عارف تقيل شغله جميل جدا يا جماعه رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 9 175 010 28 35 9 175 قول يا جماعه الشغل بتاعك بعدين برضه يا جماعه بطاريات فراخ بطاريات فراخ يا جماعه حوامل نص هرمي وحوامل فلات وحوامل هرمي برضه عشان الناس اللي عايزه من بشوي حوامل فلات وحوامل هرمي وحوامل نص هرمي في حوامل فردان وفي علافات دبل اللي هي العلافات الاضافيه يا جماعه دبل عشان تشيل الولاده تركب العلافه ويبقى الارنب ياكل منه ويبقى فيه تبريد للخلف. اه ما شاء الله يا جماعه تعالى كده.
والله يا جماعه حاجه محترمه جدا، عربيه نمر الصعيد ورايحين المنيا يا جماعه صمالوط قريه العمودين وقريه حسن باشا، عندي بشو زهرات موزع الشغل بتاعنا يا جماعه تحت امر الجميع. الميزه بقى عندنا يا شباب، يعني كده الميزه عندنا ان الحاجه بتطلع من المصدر. من المصدر ازاي؟ يعني احنا مش بنشتري من محل ونبيع لزبون، لا احنا بنشتري يعني حاجتنا من مصدرنا، حاجتنا بتطلع من المصادر بتاعتنا. بمعنى اصح لو انت اشتريت من محل، محل بيشتري من محل، محل بيشتري من محل، دي التكلفه بتزيد على المستهلك بكميات كبيره. فاهمين يا جماعه ازاي؟ يعني بمعنى اصح احنا اقل حاجه بفضل الله بنطلع لك السعر باصله. بمعنى اصله ازاي؟ يعني بمعنى اصح تاجر ما خدش من تاجر، ما خدش من تاجر، ما خدش من تاجر، علشان يبيع لك في الاخر وكله بيحط على جيكه الزبون. تمام يا شباب؟ فالحمد لله بيطلع من مصدرنا للرئيسي لمصدرنا اللي هو الموزع بتاعنا بشو زهرات. وعندنا برضه من محل نفس الطريقه، المعنى صح هتاخد حاجتك مرتاحه وهتسال بره تلاقينا احنا اقل من الاسعار اللي بره يا جماعه. طبعا دي كانت حلقه النهارده الطلبيه يا جماعه، وان شاء الله برضه هنصور لكم الشغل واحنا عند بشوي وانا بس مباشر في الطريق ان شاء الله واحنا ماشيين. طبعا اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.